معي كاميرتي كبيرة، واضح إني عم صور، فما كنت حاطة قدام عيني، كنت حاطة هيك عم بشوف من الشاشة. ف ما بعرف عن جد شو صار، لأنه لما عم بركز على كاميرتي أكثر من الجو اللي حوالي بشكل عام، عشان بركز على الصور أكثر من شو عم صير. فبتفاجأ إنه جتني، بس أنا ماني منتبه عن جد، ناطر الشرطة جايين، بس جتني كنت في الأرض بعدها صاري بالتفاعي. وقف مظاهرة بحلب، كمان أخذت رصاصتين ولاقي حالي بمنطقة ما فيها غير متظاهرين والشرطة، وما قدرت أطلع على المشفى فورا بنفس الوقت. أول مرة بحس بالعنف في حياتي، ما بعرف ليش، إنه شوف كاميرتي مليانة دم عملت فيني شيء. بعرف حالي أنا في بلد بحترم الحريات والصحافة، فأبداً ما توقعت إنه ممكن أتصور هون باريس، فكانت بس صدمة بالنسبة لي يعني.